السلام عليكم خوتي اخواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم، ان شاء الله غادي نصاوب معاكم الكيكه ولا الحلوه ديال لا كريم ديال السنه الجديده ان شاء الله، اللي يدخل علينا بالصحه والسلامه وطول العمر يا ربي، ولا يحقق جميع الامنيات ديالكم يا ربي، ولا يجيب لنا اللي فيها الخير. المهم الكيكه ديالنا بسيطه ومقادير متوجده في كل بيت، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله لا بركه الله. غادي نحتاجو في المقادير ديال الكيك او الحلوه ديال الكريم، عندنا جوج بيضات، كاس ديال السكر حبيبات، كاس ديال الحليب، كاس ونص ديال الطحين. عندي هنايا جوج ساشيات ديال الحمرين، وعندي الساشي ديال الفاني والقبسه ديال الملح، وكذلك الكاس ديال العنبه، كاس الى ربع ديال الزيت. بسم الله غادي نبداو نخلطو. غادي نضيف هنايا كاسرون، ولا في شي اناء غادي نضيف قبصه ديال الملح، غادي نزيد عليها جوج ديال البيضات، وغادي نخلط مزيان. عندي هنايا كاس ديال السكر حبيبات، وغادي نخلط كذلك. من بعد ما خلطت مزيان غادي نزيد هنايا كاس الى ربع ديال الزيت، وغادي نخلط اي حاجه زدتها، نبقى نخلط مزيان كي باش تسهل عليا. غادي نزيد الساشي ديال الفاني، ونضيف كاس ديال الحليب، من بعد ما حركت مزيان غادي نضيف هنايا كاس ديال الطحين. غادي نزيد نضيف نص الكاس الاخر ديال الطحين، وغادي نحرك مزيان. غادي نزيد عليه هنايا الساشي ديال الفاني ديال الخميره الحلويات. غادي نضيف جوج ديال الساشيات حجم 16 غرام، 8 8. البنات غادي نعاود نزيد هنايا المعلقه ديال الطحين، حيت مازال خصني، حيت على حساب الطحين كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش دغيا. انا هنا زدت معلقه، وعلى حساب الطحين اللي عندكم نتوما عينكم ميزانكم. غادي نحرك مزيان حتى غادي نحصل عليه على هذا الشكل هذا. صافي كنعرف دابا كي صافي سايت، ما غاديش نعاود نزيد ليه الطحين. غادي ناخذ هنايا المقلاه اللي تكون ما كتلصقش، غادي نضيف عليها واحد طريف ديال الزبده، ندورها عليها كي كامل على المقلاه. هانتوما كما لاحظتوا معايا دورت عليها كاع الجوانب كاملين، وتقدروا انكم ديروا حتى هاد بابي كويزين حتى هو تضيفوا عليها كي من الفوق، ويا ما عندكمش تستغنيو عليه، ديروا غير كي الزبده دوروها مزيان، وما تخليو حتى شي جانب ما ديروش فيه. انا هنايا غادي ندير هاد بابي كويزين باش مين كنبغي نحيدها ولا نقلبها كتجيني ساهله دغيا كتهز ليا. صافي من بعد غادي نديرها كي على بوطه تكون مهيله كيف الشمعه. وهنايا الخليط شديته قسمته على ثلاثه،
كما قلت لكم البنات ما تزيدوش البوطه مجهده، خليوها تطيب غير بشويه. انا غادي نوريكم كيفاش. شوفوا انا كيفاش درت ليها البوطه مهيله. هنايا من بعد ما دازت مده ديال 10 دقائق تقريبا، هي هنايا تحمرات من الجناب. دابا غادي نقلبها. تقدروا انكم تقطعوا بابي كوزين واحد اخر وديروا هكايا من الفوق، وتجيبوا شي طبسيل وتقلبوا عليه هكايا، كتجيكم سهله. هنايا البنات غادي نجيب كاس سنيه غادي نقلبها. قبل غادي ندير كيات بابي كويزين ونحطها فوق الصينيه. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا كتجي ساهله باش دغيا تقلبوها. وردوا البال كتكون هكايه سخونه حيت ديجا حطينا فوقها الصينيه باش دغيا طلعت لينا الاولانيه. غير تبعوا هاد الطريقه هادي غادي تجيكم ساهله، دغيا كتجينا دغيا نحلوها. من بعد كامل كتقلبوها كتقيسوها كتلقاوها صافي طابس. دابا كنتسناو تاني مده 10 دقائق تقريبا جهه اخرى صافي وكتوجد لينا. عندي هنايا غادي نصاوب لا كريم. عندي هنايا كاس ديال الحليب يكون بارد والساشي ديال الكريمات هي بارده. خليهم على الاقل مده 5 ديال السوايع باش دغيا تطلع لكم الكريمه. انتما كما كتشوفوا معايا هنايا في الساشيه كاين هذاك بخار ديال الثلج، خليتها نيت بردات باش دغيا كما قلت لكم طلع ليا الكريم. غادي نضيف هنايا كاس ديال الحليب وغادي نزيد عليه الساشي ديال الكريمه وغادي نطربو مزيان. تبقاو غاديين وكتزيدوا في الدرجات. انا هنايا كانت واحد غنبقى نزيد حتى نوصلها لخمسه. وتقدروا انكم تدربوها في الدراب الكهربائي العادي ولا بالدراب اليدوي. هنايا من بعد ما طابت الجينواز غادي نسقيها هنايا بالكاس ديال الحليب. تبقى الاولى تبقاو تسقيوها هكايا مزيان. عندي هنايا نص كاس ديال الحليب. ولا تقدروا انكم تسقيوه هكايا بسكر. البنات انا شديت الكريمه من بعد ما طربتها مزيان قسمتها على جوج ديال الجوايح، واحد الواجهه النص الاخر درت فيه شويه ديال السيروم ديال الحلويات. انا خديت ديال فريز فيه وطربته مزيان. ودابا غادي نضيفه في الطبقه الاولانيه وغادي نسقي الطبقة الأخرى مزيان تاهي بالحليب. كما قلت لكم البنات الطبقة الأولى والثانية دايما ركزوا عليها نسقيوها مزيان باش دغيا تشرب لينا كي وتجينا رطبة. البنات باش ما نقيس الجوانب ديال الطبسيل خديت هنايا قطعت بابي كويزين وخشيتو كي غيب شويه وكنبقى ندور لا كريم في الجوانب باش ما تلصقش لي كما قلت لكم في الطبسيل. مجرد فكره صافي. هنا البنات غادي نصاوب الواجهه الاماميه ديال الكيك. غادي ندي هنايا كاس ديال الحليب، معلقه كبيره ديال النشا، وغادي نضيف عليها شويه ديال السيروم. هاد القرعه ديال البنات الصغيره كدير 50 ريال، وكاينه القرعه واحده اخرى كدير 100 ريال وفيها تبارك الله عامره. غادي نبقى هنايا نحرك مزيان وخصكم ما تغفلوش عليها حيت دغيا كتلتصق ديك النشا حتى نحصل عليها على هاد الشكل هذا. ودابا باش نضيفها على الكيك من الفوق. خليوها هنايا البنات غير دفى شويه صافي وضيفوها على الكيك، حيت الا درتوها هي مازال سخونه غادي تسيح لكم هكايا على الكريمه وغادي تذوب دغيا.
وتقدروا انكم تضيفوه كيا السكر حبيبات مع الخليط من النشا وكاس ديال الحليب وشويه ديال السيروم. انا ما بغيتهاش تجي الكيكه بنينه بزاف. صافي وخديت هنايا النص الاخر ديال الكريمه اللي كنت صاوبت، كندير كيا على شكل وريضات وغادي ندور عليها كيا كامله. وخديت في كيا كل الراس ديال الوريضه كنضيف عليها كيا الشوكولا ديال كوكيز. وهانتوما كيما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي، وكتجي الكيكه بنينه ومقادير بسيطه متوفره في كل بيت. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر ان شاء الله في التعاليق. نخليكم دابا اخوتي اخواتاتي، نتلاقاو ان شاء الله في سعد الخير. استودعكم الله الى فيديو جديد ان شاء الله.